عسلامة، مرحبا بيك. عايشك، مرحبا بيكم. عايشك، تعرفوا عليك؟ محمد الهادي المهجري. مرحبا بيك سي محمد الهادي. موضوعنا بعد تجارب الطلاق، بعد التجربة معناها اللي يمر بها شخص متاع الطلاق، هل ينجم يعود حياته من أول وجديد وإلا صعيب ياسر؟ ينجم يعود حياته، ماشي حاجة صعيبة، ينجم يعودها. يقول لي مي حاجات الدنيا هكاية صعيبة شوية، واليوم المرأة اللي باش تاخذها تحب شهرية مسمار في حيط، تعرف يعني محلولة في كل شيء، فهمتني؟ هذاك علاش ما يتفهموش؟ ليش؟ زيد وضح لنا مسيو. مالك؟ كيفاش المرأة تحب تلبس، تحب كما قال تشري روبة صباط، يبدا ما عندوش منين في جبلها. هذيك هي منش تتكون. مش كل يوم باش تشري روبة هي، وباش تشري صباط، وباش تشري بارفان، مش كل يوم. اه مش كل يوم، فما واحدة تطيح بيك تحب كل ساعة، مش كل يوم. والله بالحرام هكاك يسر عليه كل يوم، كل يوم يسر عليه. هذيك شنو هي؟ ساعة ساعة بتبيع لازمها تشري معناها. اي واحد يبدا مش كل يوم كما قال، واحد يبدا ما في حالوش ولا حاجة، منين يمشي يترمى على متاع الناس يهز ويعطيها، ما يجيش. هي تعرف راجلها اش عنده وشنو ما عندوش، ما تطلبش منه حاجة أكثر من جهده. هاي تعرف ساعات كما قالت تلحلو وكاي اللي تخرجوا على المذهب الأربع يولي يتلزق هاو يتسلف يدين، وشكون يعرف اللي يبدل يخيب طبعه يهز ولا حاجة. هذيك كشني هذيك على السوتفاهم. يا أخي المرأة كيفاش تحب شهرية مسمار في حيط؟ معناه أنت كزوجة تعطيها شهرية مسمار في حيط كل شهر؟ المرأة تحب كل شيء، العينين محلولة تبارك الله في كل شيء، ما هي تحب تلبس. انا قلت لك المحلوله في كل شيء، تحب الفرن، تحب هيك، تحب هيك. يا اخي انا قلت لك هو يبدا كما قال شهريته على قدها، منين باش يجيب لها؟ هذاك علاش مسيو ديما الوضوح قبل العرس باهي برشا، معناها يقول لها قبل العرس كل شيء، الحقيقه الكل. خاطر فما مسيو رجال هكا قبل العرس يقول لها راني انا باش ندلك وباش نعيشك كيما تحب انت وباش نسفرك وباش نشري لك، فما برشا هكا راه مسيو بالعاني يحب ياخوها. اذا كان عنده ويعرف روحه ويقد الشيء هذا ينجم يشري لها ويصرف عليها وشهريته كما قال قوية، إيه. أما إذا كان ما عندوش يبدأ هذيك هي المشكلة. يعني الصراحة باهية من الأول ومن المال هي وإلا هو، يعني كما قال يفرش وريقه في كل شيء، السوء تفاهم ما يصيرش. أما إذا كان ما يفرش وريقه تقول لك هذا قوي ولباس به وتولي تدلل على كل شيء، مالها تولي تدلل. انت مسيو من نوع اللي تحب تتزوج امراه تخدم والا امراه قاعده في الدار ربت بيت؟ لا لا الزواج انا تو كفرت منه، واحده بالرغم اني واحده برا طلقتها وكفرت منه، لقيتها 1000 واحده نعرفها، 1000 واحده والله اللي نجب فيها تقول لي لا، فهمت؟ حاجه كرهتها جمله والله كرهتها، لا متلف صوابع يديك ماهوش قد كما قال نحب نعيش ليبر هكا يا خير، مش تحكم فيها حتى واحد. تحس روحك ماكش مستحق مرأة في حياتك؟ أه؟ تحس انك ماكش مستحق مرأة في حياتك؟ لا والله ما نستحقها بكل، والله كما قال ما نستحقها. تو عندي من عام 92 مطلق مرتي، من عام 92 والله نورمال عادي. ما خطبتش حتى واحدة من بعد؟ اه والله ما خطبتها بالرغم اللي 20 واحدة شبت فيا وقلت لها لا. كيفاش معناها؟ طب اللي نعرفهم هك. هك تعرف مالا مسيو؟ هك تخرج مع بنات؟ يعرفوني وكل شيء، فما اللي يقراوا معايا، فما اللي مضيفين في الطيارات من توا ما تزوجوش، وكما قالوا ما فيش نشب فيهم بكل. اقترحوا عليك الزواج؟ أي. اقترحوا عليك الزواج؟ اي والله اقترحوا عليا منهم واحده لتوا هالايامات، قلت لها لا، قلت لها راني ناقم. علاش بالك تطلع مرا باهيه، مرا بنتصل كيما تحب انت؟ طلعت مرا باهيه هذه كما قالوا ما كذبش عليك، العينين انا قلت لك العينين محلوله تقول لك هيك ولا هيك. هاو يخدموا معناها اللي نسير يحبوا عليك، هاو يخدموا معناها ينجموا ينقصوا عليك المصاريف. اي يخدموا كما قال الايامات برك واحده معايا على الفيسبوك من دبي، والله قلت لها لا، عارف انا غلطت ضربت ميساج هكا ومشي لها وهي رجعت لي عملت ابيل ونقصان شيخ. انا عاودت هكا جاوبتها جبدت لي نملك سياره ونملك دار ودري شنو، قلت له اقعد انت والسياره والدار، هاي باي باي. تغري فيك بالاموال؟ لا والله وحده تونسيه من دبي هاي على الفيسبوك مثلا. لا لا والله ما عندي حتى حد، اما ميساج هكا انا هزيت هكا جاوبت وفي ساعه خطبت والله مشي لها كما قال، وعاود جاوبتني وقلت لي قالت لي انا نبغي الزواج ودري شنو، قلت له لا
هاي طول حكيت معك على الزواج. اوه لا طول قلت لي انا الحم. عندك القبول مع النساء مسيو. والله هذيك هي جست تفاهم النساء كيما قالوا رافض الا كي تلقى بنت حليل هكا كيما تحب انت تاخوها والا جمله جمله رافض. لا 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 والله جمله جمله رافض والله جمله جمله رافض كيما قال لنا تعرف فيها الزوجه الاولى شافتك بالرغم اللي جاتني بديونها ما جاتني بحتى لا تعرفنا لا تفزنا لا حتى جاتني بدونها مي اللي هذه عيط لي في الشارع نحب منك كذا نحب منك كذا وعجب معلش ما تفهمتوش مسيو كان تسمح تجاوبني بالطبيعه. لا المان ما قالتليش انا كما قال ما نعلمش من الخارج ندور هكا يولي هذا عيط لي راك راهي مرتك خذيت كذا ما تقدرش اذا انا قلت لها انا قلت لك خذ من عند العباد واش بك تحط ماركي باسمي انا دخلني انا هذاك سو تفاهم انا وياها والله قلت لها بالحمد لله يتعرك انا وياها عركه بدها حتى لينا كما قال فرقنا هذاك هو اللي استفاد هذاك هو اسمعنا هذاك هو اللي حبيت نقوله انه انسى الكل ما همش كيف كيف كردو مش كيف كيف خايف المراه تبدا تتشرط عليك هذيك هي شروطات اللي مالا الشروطات فما شروط معقوله مسيو انه الراجل يقوم بداره يصرف على داره هكا ايه حاجات عادية معناها ايه حاجات عادية ايه فما شروط مقبولة فما شروط اللي يخوفوك على الاخر شروط مالت تقول لك سيري شري لي كرهبة شري لي برتمين شري لي درشنوة مالا كل شهر ولا كل شهرين لبسة كل برا اقعد سلك الحكايات هذه واحد يبدا من المكياج والبرفانات والصبابط وال مالا البرفانات المركير ما تخرجش منها والمكياجات وكل منين هذو باش نجيبو منين ما يلقاش ما حد باش يجيبو والمكياج في سوم الشهريه مالها وتحب الشهريه في يديها مالها وتحب مالها صاري حاجات يخوفوا الرجال الكل الحقيقه لا لا والله ما يخوفوش ما يخوفوا كان النساء بالك نقول لك النساء تخوف بالعكس اسمح لهم النساء مسيو فما الباهيين ما نقولوش لا مش كيف كيف فما الباهيين فما اكثريتهم والله يخوفوا يسيلش المرأة كي تدلل وتحب لكن في المعقول الحقيقة ما تشرطش عليه أكثر من طاقته لها عنده ويقدر مش ما عندوش تخرجوا على المذهب الأربع يولي مسكين هو عنده أولويات ولازم يخلص الماء والضوء وبرشا مصاريف أخرى وانت تقول له وش جيب لي وش لي وانت تعرف لي هو ما عندوش هذا ما هوش معقول ما لا تدلل بكي تقول له جيب لي جيب لي جيب لها مسكين جيب لها يمشي للداير يمشي يسرق يمشي يخطف يمد يده متاع الناس ما تعرف شنو يصنف هذيك اللي تفهم هكا زين رافض معناها مسيو جمعة كيفاش؟ رافض رافض مش حل معاك باهي مسيو ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب لك بنت الحلال اللي هكا على قد قلبك خلي لك الكلمة الأخرى شنو تحب تقول كلمة أخيرة من خلال يعني تجربتك في الزواج هل تنصح الشباب بالزواج ولا ما يحبش يتزوج كما قال يتزوج على روحه ملا اللي يقدر كما قال ملا هكا هو اللي يقدر يتزوج يتزوج يعطيك صحة اي يعطيكم الصحة انتم بارك الله فيكم عايشك.